السلام عليكم. تعليق على بعض التعليقات أو استجابة لبعض التعليقات فيما يتعلق بالتعامل مع الحمقى والمغفلين وضعفي الإدراك، ونجيب معهم قليلي الأدب. هذه المجموعة طبعا لابد نميز ونفرق ما بين قليل الأدب وبين ضعيف الإدراك، هذا جانب. ضعيف الإدراك اللي يميل إلى السفه والحمق وعدم إدراك العواقب والتأثيرات، هذا يعني من جهة السفه. قليل الأدب يدرك العواقب، يدرك التأثيرات ويناطح كالثور أجلكم الله. طريقة التعامل مع الأول تتم بالتغافل، الثاني نتغافل عنه إذا كان شخص بعيد، أما إذا كان شخص قريب في الدائرة الضيقة يؤدب، لأن ما تستطيع أنك تعيش مع شخص بهذه الصفة وبهذه الصورة، لابد أن يؤدب حتى تستقيم الحياة. أما السفيه والأحمق فيعامل بحسب إدراكه، لأن لابد أن ندرك بأن في شخص مش قادر يفهم وفي شخص آخر فاهم لكنه يخالف يناطح. هناك فرق في مصادر السلوك، هذا مصدر سلوكه من ضعف إدراكه، وذاك مصدر سلوكه من قوة ودقة إدراكه ويدرك هذا الشيء، يعني عارف ايش قاعد يسوي، ذاك مش عارف ايش قاعد يسوي، يعني يقول أنا اللي سوي صح بلا علم بلا بينة بلا برهان، ذاك لا عنده علم وبينة وبرهان ومع ذلك يرتكب الأخطاء عيانا بيانا. ليه؟ لحاجة في نفسه، غالبا يكون هؤلاء عندهم أمراض قلبية غير الأمراض النفسية، مرض قلبي، يعني هذا الشخص بسم الله يعاني من حرقة في قلبه لسبب ما، يعني عدم رضا بقسمة الله عز وجل، شعور بالنقص، زي ما ذكرنا أصحاب الشعور بالنقص دائما يكملون نقصهم بإثارة معينة، هذه الإثارة المعينة تلفت الأنظار لهم حتى يشعرونهم داخل أنفسهم بالنشوة، يحس أنه أنجز شيء. هذا الإنجاز أحيانا يكون ضدك، ما يكون معك، يعني قد يكسرك كون أنك تنكسر، ترى هذا شيء صعب ومؤثر ترى على النفس، لأن دائما المسيرة الخاطئة تقودك إلى نهاية حتمية واضحة، خسارة محققة. لذلك الميزان عندنا دائما في الكتاب والسنة، في العلم التجريبي الحقيقي. إذا عندك مستندات وخطوات علمية واضحة أن تمشي عليها في حياتك، فمهما كان هناك نوع من الاختلاف بينك وبين الآخرين هذا لا مشكلة فيه، لكن إذا كان كل الأدلة ضدك، يعني ضد الدين وضد الأدب وضد الأخلاق، أن تسير بهذا الطريق أن تسير نحو الهاوية، فتنتبه لمثل هذه السلوكيات، ما في نجاح. يعني إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي شخص يفسد سيقع. طيب ارجع للأخ المسكين اللي هو أحمق، يعني هذا حد عقله، طيب هذا حد عقله، يتم التعامل معك الطفل، يعني الطفل أجلك الله إذا رفعته فتبول عليك، إيش تسوي له؟ ما تسوي له شيء، تروح تغسل ثيابك وانتهى الموضوع. طيب كلا الأطراف هذو الاثنين دول تحاول أنك فقط تبتعد عنه، تبتعد، لأن في فرق في الموضوع، في الشخص. عليكم السلام ما شاء الله دراج. طيب في فرق ما بين شخص يعني يرفض التعلم وبين شخص مش قادر يتعلم ومو قادر يفهم، مش قادر يفهم، هذا حدود عقله مسكين، ايش تسوي له؟ يعني انت تنزل لمستوى عقله في اطار يعني بسيط جدا، من باب الرحمه والتأدب ومكارم الاخلاق، هذا جانب مهم جدا، وما يكون عقلك في عقله.
الشيء الآخر لا، المتعلق باللي ما يرغب أنه يفهم، ما يرغب أنه يفهم لا تشغل نفسك فيه، لكم دينكم ولي دين، انتهى الموضوع. إذن الصلب يكسر وذاك مساكين ها يتم التعامل معه باللين، الابتعاد عن هذه الفئة قدر الإمكان حتى ما تؤثر على مسيرة حياتك، لأن هذه من المشغلات ترى في الحياة. إذا أنت بتلتفت لكل ناعق في حياتك وكل ناقص يريد أن يكمل نقصه بالإساءة لك، أنت تضيع وقتك معه، وهذه يعني من الحيل الشيطانية لكي تخسر أنت، لأنك أعطيت هذا قيمة. إذا أعطيت هذا الساقط الناقص قيمة فأنت تعطيه من نفسك، من نجاحك، من إنجازك. لذلك استمر على هدفك في التعامل مثل هؤلاء، استمر على هدفك، انظر للأمام، لا تلتفت لا يمين ولا يسار. سلام. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.